السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يا رب. من بعد غياب طويل صراحه غدت على القناه ديالي، ما بقيتش كنحضر بزاف ديال لي فيديو لاسباب خاصه. الحمد لله رجعت لكم بواحد الفيديو لي زوين بزاف وغيشكروني عليه بزاف ديال السيدات. كنتمنى غير رحمه الوالدين هي كلشي. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، بزاف ديال السيدات كيعانيو ولا عندهم مشكل ديال قنوات فلوب او لا كروند الوالده مسدودين. المهم كاين كذلك اللي عندها تكيس المعبيد، وكاين اللي عندها الكيس كل وحده ان شاء الله، وكاين اللي عندها المبيض ما كيكبروش، كيبقاو في الحجم ديالهم ما كيكبروش ليه، المبيض ما كيكبروش ليه، البويضات ما كيكبروش. المهم الحمد لله كاين العلاج طبيعي وكاين حتى الدواء. انا غدا نعطيكم العلاج الطبيعي اكثر من الدواء، فغير هاد بوليجيناكس بزاف النساء كيعرفوها، معروفه بزاف ديال النساء ولدوا عليها حملوا عليها، صراحه زوينه بزاف. بالنسبه للنساء اللي كيعانيو ف هذا اللي عندهم مشكل في الرحم ديالهم، عندهم التهابات ولا البكتيريا، كنصحكم بوليجيناكس. بوليجيناكس زوينه بزاف وما غالياش، ما غالياش، حتى الثمن ديالها رخيص بزاف. بالنسبه للثمن ديالها 35 درهم، وموجوده في كل الصيدليات. فيها 6 ديال الحبات، 6 ديال القويلبات كما كتشوفوا، كبسولات كما كتشوفوا، فغديرهم 6 ديال المرات، 6 ايام متابعه من بعد الدوره الشهريه، من بعد ما سالي منك العاده الشهريه والدوشي. النهار اللي غادي تغسلي فيه داك الليله غتبداي فيها، كل ليله كديري بوليجيناكس، ومن بعدها الى جاب الله في ديك الفتره الاباضه، الى جابك الشهر الجاي جابك الله تيسير مزيانه، ما كانش عاوديها ان شاء الله حتى يجيب الله تيسير. شحال من وحده كاين دارتها غير اول مره جاب الله تيسير، كاين دارتها جوج مرات جاب الله تيسير، كاين دارتها ثلاث مرات وجاب الله تيسير. فعلى حسب المشكل ديالك واش كبير ولا صغير، واش عندك داك الشيء قديم ولا جديد، فهمتي يعني على حسب. المهم بالنسبه للدواء، اما دابا غادي ندوز معكم البنات العيالات اللي عندهم المشكل ديال بالنسبه لهاد القرنفل، راه كنز، كنز بزاف الناس ما عارفينش قيمته، كنز والله العظيم. المهم غادي تاخدي قرعه ديال الماء، خذي بودوزة ديال 5 لتر كبيره، ديري فيها واحد 7 ديال القرنفلات، غتحبس تحسبي 7، غادا تضيفي معاهم واحد الحفنه ديال الجنجلة، وغادا تخلي ديك القرعه حتى كطلق، وتبداي تشربي كاس الصباح كاس في الليل على الريق انت والزوج ديالك، كاس في الصباح كاس في الليل. راه شحال من وحده جاب لها ربي التيسير غير في هذه، كاين اللي ما عندهمش المشكل، عندهم مشكل في الزوجه كيكون عندها المشكل في المبيض، كيكونوا صغار ما كيكبروش ليها، البويضات تيكونوا صغيورين. المهم هادي راه الحمد لله بحال رحمه الوالدين، راه زوينه بزاف. وكاينه اللي كدير غير القرنفل ياك، كتقطرو في واحد بحال هكا، تاخذ واحد الترموسه غنديرو فيها واحد 7 ديال الحبات ولا 10 ديال القرنفلات، كتضيفو عليهم الماء معدني وغتخليوها تتقطر فيها. من بعد ما كتقطر فيها غادي نضيفو عليها، تشدو الجنجلان نقيوه غسلوه نقيوه وشمشوه، ومن بعد طحنوه في المولينيكس، وديروا واحد الكاس، واحد الكاس غتعمروه بداك الماء المقطر ديال القرنفل، الروح بحال قلتي الماء المقطر غير بالقرنفل، غتعمري داك الكاس وغتضيفي عليه الجنجلان اللي مطحون واحد المعلقه، وغتخلطيهم ليا لالا بالمعلقه وشربيهم، راه وصفه سحريه. من بعد الدوره الشهريه، ماشي في الدوره الشهريه، من بعد الدوره الشهريه شربوهم واحد 3 ديال المرات ان شاء الله، راه يجيب ربي التيسير. قد ما شربتهم قد ما مزيان، راه كيكبروا المبيض. و
بالنسبه لهادو بزاف السيدات ما كانوش عارفينهم حتى انا ما كنتش عارفاهم. الحمد لله يلا اكتشفتهم راه زوينين بزاف يعني بالنسبه للعيالات. هادو العيالات اللي كيعانيو من قنوات فلوك مسدودين او لا الكروند الوالده مسدودين. هادو كيقولوا لهم قرص القمر، قرص القمر او لا في المغرب كنقولوا لهم حنا الكلوه، معروفين بالكلوه حيت الشكل ديالهم داير بحال الكلوه. المهم الكلوه او لا قرص القمر معروفين فين ما مشيتو غادي تلقاوهم عند العطاره، وحتى الثمن ديالهم راه رخيص بزاف ما غاليينش. المهم انا تقريبا 7 دراهم باش خديت الحبه، 7 دراهم كما كتسمعوا راه قاصحين شويه دايرين بحال الحجرات. هادو غادي نقشروهم وغناخذوا اللب ديالهم اللي لداخل هو باش غادي نخدمو. بالنسبه للب ديالهم كما قلت لكم هو اللي غادي نخدمو به. غادي تكون يديكم معقمه، الضفار ما كاينينش، المهم الصباغه ولا الضفار المهم هادشي ما يكونش. نقيو يديكم مزيان حيت هادو راه شويه غديرهم بحال التحاميل، راكم عارفين غادي نديروهم قويلبات راه صعابين بزاف تديرهم قويلبات من المهبال ديالكم، فهمتي كديروهم من القدام راه صعابين بزاف. داكشي علاش كنقول للعيالات غسلو يديكم مزيان وعاد ديروهم. مهم غادي تاخذوهم من بعد ما غادي تقشروهم طحنوهم مزيان في المولينيكس. مولينيكس اول حاجه عقموه ومسحوه، ما تجيوش وديروهم، عقموه ومسحوه ومن بعد ديك الساعه طحنوهم. من بعد ما طحنوهم عاولوه بحال الغبره بحال الطحين. من هنا تبغيو تجمعوهم خذوا العسل الحر، الا كان العسل الحر غيكون من الافضل، ما كانش عسل الحر ديروا الماء، الماء مهديني حيت القطيرات الماء حتى يتجمعوا باش يولوا بحال بحال قويبات اي باش يتجمعوا ليكم بحال عجينه بحال عجينه. اولا زيت العود، حتى الزيت راه دواء حاجه يعني العسل الحر هادو لا هادو نهائيا ما عندك مناش تخافي راه ما غيضروك ما حتى شي حاجه الحمد لله راهم دواء الحمد لله. مهم غادي تاخذوا الفاصمه من الفارماسيان، الفاصمه الطيبه راه معروفه. المهم تاخذوا الفاصمه غادي ترولوهم فيها، غادي تحربلوهم غادي ديروهم على شكل قويلبات بحال هكا. من بعد كتخليو داك الخويط خارج صافي، كديروهم في الليل ملي كتبغي تنعسي من بعد ما كتسالي منك الدوره الشهريه مباشره داك النهار، غديروهم مده ديال 3 ايام انا المهم 3 باش ديروا 3 ايام. من بعد راه غادي ينزل منكم شي وسخ وشي عجب. انا كنصح السيدات من بعد ما يديروه من بعد ما يساليو منه مباشره يديروا بوليجينات، حيت راه شي شويه هما شويه كيحرقوك المهم سخانين شويه وصعابين شويه ماشي ساهلين، ولكن راه داك العمليه ولا داك التخربيق راه ما غاديش تفكري فيهم. الحمد لله غادي تعالجي بيهم، وبزاف ديال السيدات راه كيشكروهم، بزاف ديال السيدات كاين اللي دارتهم غير مره وحده وحملات، كاين اللي سبحان الله العظيم كل وحده تسخر ديال الله هذاك الشيء. وكنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل والله يرزق كل محروم الذريه الصالحه يا ربي. وهذا الشيء راه كما قلت لكم راه ما عنده فاش يداركم الحمد لله، هذا الشيء طبيعي. الناس ديال بكري راه كانوا كيتعالجوا غير بالطبيعي، ما كان لا دواء لا حتى شي حاجه. مي انا بالنسبه للدواء انا كننصحكم بهذه، هذه زوينه الحمد لله جربتها زوينه بزاف ما غدركم ما حتى شي حاجه، بالعكس كتنقيكم من الميكروبات، الميكروبات اللي كنهزو من المراحيض الطواليطات ولا الحمام ولا بزاف الحوايج كنجمعو منهم ميكروبات. المهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه شويه، واللي عندها شي تساؤل صيفط لي تعليق راه نجاوبه.